warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa tamawat atani ala arbiya afdal wa qad wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad lil mu'jizati al-ghalibat wa ala alihi wa sahbihi tahirin tayyibat wa ومن تبعهم بإحسان ما لم يكن أيام الجهور والتناول. أما بعد، المحترم القرار سيدنا حسن باسل محمد بن محمد قتل الله أمره وبلغ مرامه. أنا رئيس البرنامج في هذا النهار السعيد سأقدم إليكم مسرحية بسيطة من أصحابنا الجالسين في الفصل الثانوي عليه. لعل هذه المسرحية تشجيعا لنا على التفصل باللغة العربية. وعليكم ألف المسرحية. كانت في بلاد عربية توجد حارة اسمها الفاتحة، وهي كجنة النعيم تجري من تحتها الأنهار، وتنبت فيها من فاكهة مما يتطيرون، ونساؤها كحور العين، ولا يسمع فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. والأحداث في هذه القرية يجتهدون في طلب العلم، ومنهم مولانا وفهمي وبودي وحامد، وقد أخذوا جميع العلوم ما في تلك القرية، وأردوا أن يتلقوا علما إلى الشيخ مسعود المعروف بولايته واتساع علمه ولحيته الجثة. وكيف تلتقي والعلم هو هو، وكيف تلتقي الى الشيخ مسعود لنلتقي علما الساكن في القرية البقرة؟ هل زدتم من احد اين بكم؟ انا اعرف اليكم. اذا هيا بنا نستاذن من ابائنا للسفر الى الشيخ مسعود. مرحبا يا سليم. فيطلبون السماع من آبائهم ويحصلون إلا واحد. Thank you.
توافق جودي برؤية أبيه. فاجتمع الشباب في مكان معين وقد استعدوا للسفر. كيف يا مولانا؟ حصلت علي؟ الحمد لله حصلت عليك. وكيف بك يا أخي؟ أنا كذلك كما حصلت مؤذنين. وأين كنت المدير قاعد؟ أين هو؟ هذا هو رشيد. أهلا، لماذا كنت مزهنا؟ هل حصلت علي؟ لا أصل إلى البيت فلأستطيع أن أتسفر بكم. ما شاء الله، استر يا أخي، لا بأس عليك. ولكن مع الأسف الشديد لابد علينا أن نتركك، لا بأس يا أخي؟ أفاني يا بابي. أفاني يا أخي. يا أخي، لا وحدي. فوصلوا هؤلاء الثلاثة بيت الشيخ مسعود. Thank you.
وقد مر ثلاث سنين يتلقوا ما العلم عندهم، فإذا دخل الأشخاص يريدون أن يضلون حارة القاطحة بعقيدتهم الضلالة. السلام عليكم. وعليكم السلام.
متى جئت يا بني؟ ناظر ناظر قالني أولا سأخبركم بأن من تقول لماذا يا بني؟ الأشخاص الأجنبية في قريتنا ويفيد الناس بخلاف الكلالة. والله هذا قول شانع لا بد من علاج. هيا بنا نستأذن إلى الشيخ مسعود لنرجع إلى قريتنا. طبعا هيا بنا نستأذن إلى الشيخ مسعود. هذا الذي يدل الناس. نعم هذا هو.
شباب يا شباب سمعت أنكم تقولون أن التحليل بدعة وأن المولد بدعة وتقولون أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكيف بوجوهكم ونظراتكم وسيامكم يا إخوان أقول أفعل أفعل
نعم و أقمت وجهك أدى أنا أقول أبي نفسي نعم أبدون أنني سألين لا 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 ya Allah tubuh jangkau tubuh jangkau tubuh jangkau tubuh jangkau ya Allah harus semangat wajah tubuh jangkau wajah jangkau wajah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.